وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير. أهلا ومرحبا بك، وأنت في منى زميلي، لو تصف لنا الأجواء عندكم وكيف يقضي الحجاج ليلتهم. حياكم الله، فالحيا الله متابعي قناة رافدين الكرام. بسم الله عز وجل، اليوم الثامن بالحجة، بدأ اليوم الحجيج بتوجه إلى منى لأداء يوم التروية لأداء السنة المؤكدة، وهي المبيت في منى، ومن ثم التحرك إلى مشعر عرفات في الصباح الغد مع بزوغ الفجر بإذن الله. الأوضاع بشكل عام أوضاع جيدة جدا، لا يوجد هناك بفضل الله أي مشاكل. الحجاج تسير حركة الحجاج بشكل انسيابي دون وقوع أي مشاكل حاليا. التنظيم بشكل كبير من قبل السلطات السعودية وأيضا المسؤولين عن الحج، حتى في عملية الدخول الحجيج إلى الأراضي المقدسة كان هناك عملية انسيابية تختلف عن السنوات السابقة والفترة التي قضاها الحجاج في صالات الانتظار حتى الانتهاء من عمليات الدخول إلى الأراضي المقدسة. كان هناك عمليات تسهيل كبيرة، وبفضل الله يعني الأمر يسير كما هو متوقع من إدارة الحج في وزارة الحج السعودية هذا العام. المملكة العربية السعودية كيف استقبلت حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وما هي استعداداتها، بحيث هل كان هنالك اختلاف عما مضى أم لا؟ يعني كما ذكرت فلك منذ قليل، المملكة العربية السعودية استعدت بشكل كبير هذا العام، وفيه هو تطور لافت عن السنوات السابقة. اختلفت بداية عند استقبال الحجاج كما ذكرت لك، كانت الإجراءات سهلة ولا يوجد فيها أي تعقيدات، لدرجة أنه الحجاج كان يصل في بعضهم إلى مدينة الحجاج وينتظر حوالي 6 ساعات من أجل الدخول فقط إلى مكة المكرمة أو إلى جدة ومن ثم إلى مكة. ولكن هذا العام كان الأمر أبسط بكثير، حيث لم يأخذ الحاج سوى تقريبا حوالي الساعة الواحدة لانتقال من صالة الحجاج مباشرة إلى باصات النقل والذهاب إلى مكة المكرمة. ماذا بشأن قطار المشاعر الذي فعلته المملكة العربية السعودية هذا العام؟ قطار المشاعر فيما يخص النقل من مكة المكرمة إلى مشعر منى ومن ثم عرفات، وهذه المحطات التي خصصتها في قطار المشاعر المملكة العربية السعودية ووزارة الحج، القطار يعمل منذ السنة السابقة. النقطة الأساسية فيما يخص قطار الحجاج، لا يستطيع دخولها إلا من هو مصرح له، ويقتصر الآن على بعض الهيئات وبعض المنظمات وأيضا الحملات الموجودة في داخل السعودي، والحملات الضيوف الملكية هي التي تستخدم قطار المشاعر في التنقل بين المشاعر المقدسة. سيكون استخدام قطار المشاعر بشكل كبير بداية من اليوم، أو بدأ بشكل كبير بداية من اليوم في عملية الانتقال من مكة المكرمة إلى مشعر المينا في يوم التروية، وسيكون أيضا الضغط عليه بشكل كبير مع صباح الغد حتى صباح الغد وحتى زوال شمس عرفة مع انتهاء يوم غد إن شاء الله. حتى يصل الناس إلى محمد، يعني يوم غد يوم الحج الأكبر، يوم عرفة تشهد في كل عام نسبة كبيرة من الازدحامات، ما الترتيبات والاستعدادات التي أعدتها السلطات هناك لمجابهة هذه القضية؟ يعني بشكل عام السلطات السعودية كما هو متعارف عليه دائما ما تكون حركة الحجاج في مشعر عرفة بشكل كبير منظم إلى حد ما. توزيع المطوفين أو مسؤولين الحجاج ومؤسسة الطواف في مكة المكرمة قامت بتجهيز مخيمات كبيرة جدا لاستقبال كل مطوف يقوم باستقبال الحجاج الملحقين به. هذه المخيمات مجهزة بالمكيفات الكبيرة وأيضا مجهزة بالاستقبال والضيافة من المطوف وما إلى هنالك. طبعا اختلاف المطوفين يؤدي إلى اختلاف الخدمات فيما بينهم، وهذا الأمر جعلته المملكة العربية السعودية هو بيد المطوف وعلاقته مع الحملة التي تأتي عن طريقه باختلاف البلاد الإسلامية التي أتى منها الحجيج. طبعا هذا كله للحجاج المسجلين رسميا والذي بلغت اعدادهم حوالي 2 مليون حاج كما ذكرتم في الاخبار بدايه. موفد قناه الرافدين محمد شقير، شكرا جزيلا لك وحج مبرورا ان شاء الله.